السلام عليكم. كانت هذه هي النهايه نتاع الحلقه ديال الماتش، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بها. خذت لي 3 سيمانات باش نقدر نكملها ونديها، تعلمت بزاف تاع الحوايج. كنطلب منكم انكم تعدلوا على الجوده نتاع الرندر، حتى ما عنديش كارت جرافيك باش نخرج الرندر بشي كاليتي مجهده. حاليا كنوجد واحد المقطع اللي كون طويل كنشرح فيه اني كيفاش قدرت نعدل كل مشهد في هذه الانيماسيون هذه. ان شاء الله نتمنى انها يعجبكم، ونتمنى بخير حتى انكم دعمونا بالاشتراك، تعالوا نوصلوا لاكم اشتركوا وتشاركوا المقطع مع اصحابكم، وشكرا.